الآية ديال الإرث اللي تذكر مثل حد الأنثيين اللي كيقول لك أنها قطعية الدلالة وكذا، شنو هو السياق فاش ظهرت؟ ظهرت في إطار العشيرة العربية والعائلة الممتدة ديال هذه 1400 عام. كيفاش كان الرجل وكيف كانت المرأة؟ كان الرجل هو الذي ينفق وكان يحمل السيف ويركب الفرس، ولهذا لما قرر الإسلام يعطي نصف الميراث للمرأة، شنو جاوبوه العرب اللي رفضوا؟ لأن كانوا ما كيورثوا والو للمرأة. أتورث من لا يحمل سيفا ولا يركب فرسا؟ لاحظ معايا لاغيومون كيفاش كان. واش هذا المنطق كله الآن اللي كيحكم هذاك النص واش مازال قائم اليوم؟ هل الرجل ينفق وحده؟ خديجة تاجر، نعم قبل الإسلام، ولكن بعد الإسلام الفقهاء أحكموا الحريم وأغلقوا وجعلوا الآية قرن في بيوتكن هي قاعدة مكوت المرأة في البيت ولا تخرج إلا لضرورة، وحددوا لها قواعد الخروج وأن لا يظهر منها إلا العينين، وهناك من قال عين واحدة، أن تظهر عين واحدة ترى بها مدة 1400 عام. هل تعلم بأن الفقهاء المسلمين حددوا معيار تولي مناصب الدولة والمسؤولية والخروج إلى الحياة العامة في الذكورة؟ أول شرط أن يكون ذكرا عاقلا. أنت دابا اللي كتجيب لي الآيات وكتقول لي قطعية الدلالة، واش نجيب لك اللائحة الطويلة ديال الآيات القطعية الدلالة الواضحة الثابتة اللي ما بقى حتى واحد كيعمل بها؟ وعلاش هاد الناس ما يجاوبوناش؟ أسيدي هذا المجهود اللي كدير باش تدافع على للذكر مثل حظ الأنثيين، ديروا باش تدافع على قطع يد السارق، ديروا باش تدافع على جميع النصوص الأخرى اللي واضحة في القرآن. هاي غير هذه قرنة في بيوتكن، دابا منين جاوا للبرلمان وعمروه بالنساء البي جي دي، فين مشات الآية قرنة في بيوتكن؟ جميع علماء الإسلام بالإجماع كيقول لك هذه الآية نزلت في نساء النبي، ثم كيضيف وتنطبق على سائر نساء المسلمين، ومشاو طبقوها على الجميع. هاد الناس هادو خداو النساء ديالهم حطوهم في البرلمان، واش ما كيحترموش القرآن؟ هادي راه آية قطعية الدلالة واضحة أسيدي. والغريب أن ابن كيران كيقول لهم التريات، أن أحسن ما في المرأة أنها تكون ترية ديال الدار، يوردهم تريات ودخلهم للديور. خير شيء وقع غير هاد الأيام، وما تحركوا ما داروا والو، علاش ما ينزلوش للشارع؟ شهادة المرأة لا تساوي شهادة الرجل في الفقه الإسلامي، هي نصف شهادة في الأموال، نصف شهادة. ها هو الآن الدولة ساوت شهادة المرأة فينا هما؟ فينا الآية القطعية؟ آية واضحة كتقول لك أن لغة شهادة المرأة خصهم يكونوا جوج لكي تذكر إحداهما الأخرى، آية واضحة. ما قالوا والو. وكيفاش غير دابا غنشرح لك علاش كيتحركوا غير في اللي تذكر مثل حد الأنثيين؟ لأن الأمر لا يتعلق بالدين ولا بالإسلام، الأمر يتعلق ب الامتيازات الاقتصادية للذكور. أنا ما تنظنش المغاربة اللي هما الأغلبية الساحقة ديالهم مسلمين أنهم كيقلبوا على شي وسيلة باش يخرقوا شرع الله وأنهم يخالفوا شرع، ما كاين حتى واحد باغي يخالف شرع الله، ولكن كاين الذي يستريح في واحد الوضع ثقافي فقهي معين، ما فيه ما يجتهد ما فيه ما يشتغل، وكاين اللي كيف ما كان الحال كيجتهد من أجل إحقاق العدل. لأننا تنظن ما كاينش شي ديانة اللي نزلت سماوية جات ما بغاتش العدل وما بغاتش إحقاق الحقوق بالنسبة للناس. حنا اليوم أمام معضلات عينية. أش كنقولوا؟ أنه ما يمكنش في واحد الأسرة فيها غير البنات، إذا توفى الأب البنات يقدروا يباتوا ديك الليلة في الزنقة. علاش؟ كيجيو الأصول، ولد عمي، ولد خالته، ولد جدات، داك الآخر اللي لهيه اللي عمره ما شافوه، وكيجي قال لك اسيدي غادي يقسم معهم المجهود اللي دارته المراه والرجل مع وليداتهم. وهذا الشيء عندنا فيه امثله كثيره، وانا تنظن كل الفقهاء المتنورين كلهم كتدمع عينيهم ملي كيسمعوا قضايا بحال هذه، وكيقولوا لا خصنا احقاق الحق. حنا كحزب اشتراكي موحد عندنا الجراه باش نقولوا بانه خصنا نفكروا في اطار احقاق هذا الدوله العادله واحقاق حقوق الناس، أنه الثروة التي تتراكم داخل الأسرة ستبقى داخل الأسرة، سواء كانوا أولاد بوحدهم ولا بنات بوحدهم ولا أولاد وبنات. أنا الوالد ديالي والوالدة خدموا ودمروا باش نعيشوا حنا بكرامة، جانا ولد خالت على المول الباش غادي نقسم معاه ولا نبات في الزنقة؟ حتى واحد ما يقبل هذه، حتى إنسان عاقل. وهنا
فين كنعاود نناديو هاد الناس كنقول لهم راه التشنج راه الرسول سلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى واحد ما هو يعني اوكل اليه الدفاع عن الدين، لان الله في الكتاب ديالو في القران كيقول للرسول الكريم لست عليهم بحفيظ لست عليهم بوكيل. ولهذا اذا كانت القوانين اللي استقيناها من القران والسنه راه معروفه، راه عندنا يعني باش من اجل اداره مجتمع خصك ملايين قوانين، منين غادي نجيبوها؟ غادي نجيبوها بالمنطق، نجيبوها من العدل، نجيبوها من العقل، ماشي نقلب على شي واحد يدير 14 قرن قال في واحد النازله هو اللي غادي نسمع ليه. انا فقط بغيت نقول بانه مثلا في الارث حنا كل ما يمكن انه يحسن اقصى ما يمكن مكانه المراه. انا في هذه الوضعيه، انا عندي بنت وحده، عندي اخوتي وعندي معاهم احسن العلاقه، ولكن واش يستصاغ انه غدا لا قدر الله من بعد الوفاه ديالي انهم يجيو ويرثوا؟ ما عندهم شي حاجه كبيره ما يورثوا، لان الغالب هذا الدار هذه يجيو يخرجوا بنتي ويقولوا لها خصك تبيع انت غدي النص في النص الاخر غيرجع لنا. وهذا شنو هو؟ هذا نتيجه للتعصيب. كتعتبروا الظلم؟ والتعصيب ما كاينش في القران باش يقولوا لنا نصوص قطعيه، في القران ما مذكورش التعصيب. فبالتالي على الاقل كاين بعض الامور اللي يمكن تعالج. الان ان تكون هناك امور اخرى اللي فيها صعوبات لان كاين نص قراني يمكننا نفهموا، بينما المجتمع باقي ما ارتقاش اليوم الى ما مهيئش اليوم باش نوصلوا الى مساواه مطلقه كامله، ولكن يمكن نديروا شي مجهود. درت لكم بحال اللي دار في مدونه الاسره الحاليه، بحال اللي دار في مدونه الاسره، بحال اللي دار في بلدان اخرى. بلدان اخرى مثلا حيدت التعصيب، على الاقل حيدت التعصيب. بلدان اخرى سمحت بانه الوصيه توسع وتوسع النطاق ديالها، داكوغ؟ ماشي كيجيو لما نتناقشوا معاك كيقولوا لنا لا وصيه لوارث، ولكن لا وصيه لوارث راه الهيبه، راه لا وصيه لوارث، لا ماشي كاين الهيبه، لا وصيه لوارث راه تعود الى انها حديث، وهذا الحديث غير مضبوط، وبالتالي هذا الشيء كله يناقش. اذا على الاقل يجب ان تستغل الأغلبية اللي تنسميها متغولة فلتتغول في هذا هذه المسألة. ما كره على شيء تغول، تجيب لنا واحد النص وتأكد أننا نهزو لها التقدير وندافعو عليه إذا كان فيه نفس الشيء على مستوى البرلمان. حنا دورنا هو أن نكون معارضة وموجهة. أنا أقول لكم والله غادي نكونوا يمكن سنعملوا لا في الكواليس ولا في الإطار المؤسساتي، سنعمل أن نطمئن هذه الحكومة لتتشجع أكثر باش، لأن بالفعل ماشي مجاملة ولا إن لا تنمية لبلدكم دون تحول حقيقي فيما يتعلق بقانون الأسرة.